الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس، يوم جديد وحلقه جديده من في اون تايم. امبارح كان نهائي كاس، الف مبروك للنادي الاهلي تتويجه بالكاس مصر للمره 37 في تاريخه. في الحقيقه مباراه امبارح كان فيها رسائل كتير جدا، مباراه طويله، مباراه ماراثونيه. قبل ما بارك للاهلي والاهلاويه وجماهير النادي الاهلي، لازم اقول شابو لنادي طلائع الجيش. في الحقيقه قدم مباراه قويه جدا وكانت مباراه طويله. كابتن كمان طارق العشري كان قاري المباراه كويس جدا، وصلوا لركلات الترجيح. قبل منه امبارح كمان كنت معاكم واتكلمت وقلت ان كابتن عبد الحميد بسيوني عامل فريق قوي جدا، وقلت لكم المباراه مش هتكون سهله ابدا. وفعلا المباراه كانت طويله، مباراه كانت رايحه جايه، تعادل تنتهي بعد كده وبيلعبوا اكسترا تايم، بعد كده ضربات الجزاء. مباراه كانت طويله جدا، ولكن في الاخر توج بيها النادي الاهلي للمره ال 37 في تاريخه. امبارح الممر الشرفي اللي عمله النادي الاهلي في اخر المباراه لطلائع الجيش في الحقيقه حاجه محترمه جدا. الروح الرياضيه، الاخلاق اللي احنا بقينا ندور عليها الفتره اللي فاتت، وبقينا نقول يعني حاجه صوره بتتكلم، مش محتاجه ان انا اعلق عليها. طبعا بيتسيد الموقف طبعا الكابتن طارق العشري، بيسلم على كل اللعيبه والابتسامه على وشه، وزعل طبعا ان هو خسر بطوله كان قريب منها، ولكن خلاص هي دي كره القدم، بتخلص وفي كسبان وفي خسران. نقول هارد لك لنادي طلائع الجيش، الف مبروك للنادي الاهلي. كمان شفنا امبارح احتفالات النادي الاهلي والروح اللي كانت موجوده مع اللاعبين اللي مش موجودين. يعني شفنا الشناوي بيكلم فيديو كول لمؤمن زكريا، ودي كانت من الاكثر اللقطات الرائعه في الحقيقه. شفنا كمان كهربا وهو بيكلم وليد سليمان، ربنا يشفيه ويعافيه، اللي طبعا مصاب بكورونا وكان غايب ايضا عن مباراه الامس. الروح الجميله والتكاتف، دايما بقول ان البطولات يا جماعه ما بتجيش بالصدفه، البطولات ما بتجيش بالحظ. اوقات ناس كتير ممكن تقول لك اصل الاهلي محظوظ، دي الثالثه للاهلي للمره الثانيه في تاريخه، ولكن لا، مش يعني ممكن تاخد بطوله تبقى محظوظ شويه او الحظ كان معاك شويه، لكن لما تاخد ثلاث بطولات انت فقت. والتوفيق دايما ما بيروحش غير اللي بيتعب وبيخلص، يعني التعب والاخلاص بعد كده ربنا بيطبطب عليك وبتلاقي التوفيق، وبتلاقي كمان التتويج بيبقى طعمه حلو قوي بعد مشوار طويل وسيزون طويل. سيزون يعني مش بتكلم على النادي الاهلي، كورونا وما بعد كورونا وسيزون يقف، لا مباريات تتاجل في افريقيا، لا الاهلي يلعب، لا لا سيزون كان كله هدج بالنسبه لكل الانديه. في الحقيقه كان ختامه مسك، الحمد لله خلص كاس مصر امبارح، والف مبروك مره ثانيه للنادي الاهلي وكل جماهيره العظيمه. النادي الاهلي والحاله اللي هو فيها مش من فراغ، لان مش عايزه استرجع معاكم كده، وبيقول لك وراء كل انكسار انتصار. لو هنرجع مع بعض سان داونز الخماسيه اللي كانت دخلت في النادي الاهلي، بعديها كان لازم وقفه، وكان في قرار حاسم من مجلس الاداره وهو خصم 10% من كل عقود اللاعبين بلا استثناء. بعديها الاهلي فاق، بعديها الاهلي ركز في الموسم ده، بعديها الاهلي كمان ما فرطش في ولا بطوله السيزون ده، بعد ما البطوله الاغلى بالنسبه له خسر فيها اتنين سيزون ورا بعض، يعني بطوله دوري ابطال افريقيا لموسمين على التوالي الاهلي بيودع البطوله. الموسم ده مش موسم الاهلي زي ما الكل بيقول، لا هو موسم اللي بيتعب واللي بيخلص واللي بيدي اكتر، ومع اداره حكيمه، اداره مستقره، اداره سبورت للاعبين، بتقول لهم برافو لما بيكونوش مقصرين، وبتاخد معاهم اجراء حازم جدا لما يلاقوهم قصروا وكانوا مستهترين. لقطات اكتر من رائعه مع موسيماني اللي بقى معشوق الجماهير الاهلاويه وبيحظى بدعم وحب كبير جدا من كل الجماهير دلوقتي بعد الثالثه. امبارح شفنا على مدار المباراه قد ايه الراجل كان مشدود طول الوقت، كابتن طارق العشري كمان كان مشدود في الحقيقه، وكانت مباراه من كلا الطرفين، مباراه اكتر من رائعه. الشناوي اللي معانا البطل امبارح اللي كان طبعا بيحرس مرمى النادي الاهلي، الشناوي كمان امبارح كان ليه دور كبير جدا، في وقت من الاوقات كان غير موفق، ولكن دايما حراسه المرمى كانت، دايما لما بنقول حراسه المرمى عندك فيها حارس قوي
عنده شخصية، عنده خبرات كبيرة، بيفرق جدا مع فريقه في المواقف اللي زي دي.